كمال الجندوبي ينتقد مشروع الحكومة المتعلق بإحداث هيئة مستقلة للانتخابات. وزارة الداخلية تعتبر غير قانونية أي تظاهر تنظم غدا في شارع الحبيب بورقيبة على خلفية دعوات للتظاهر الأحد. الأئمة يستعدون لخوض أول إضراب في تاريخهم. السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الحوار التونسي. مشروع الحكومة المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات منقوص وتغيب فيه الاستقلالية الإدارية عن الحكومة، هذا ما صرح به رئيس الهيئة المنحلة كمال الجندوبي اليوم في ندوة استضافته فيها منظمة أنا يقظ. الجندوبي أكد أن الحكومة لم تقم باستشارة الهيئة المنحلة أو العودة إليها بالنظر في مشروعها. بخضر حاجي والتفاصيل. الهيئة المستقلة للانتخابات القادمة لن تكون مستقلة إذا ما وافق المجلس التأسيسي على مشروع الحكومة المؤقتة لإحداث الهيئة، هيئة إدارية تحت رئاسة الحكومة وانتدابات لا تمر إلا بأمر حكومي، نقاط يعتبرها كمال الجندوبي ضربا لاستقلاليتها للهيئة، وهو ضروري طبعا. التعامل مع الإدارة ضروري أساسي، ما فيش لا تبع إجباري قانونيا، وهو خاضع إلى هيئة إدارية تحت رئاسة الحكومة، وهذا أمر طبعا غير منطقي وغير مقبول إذا أردنا أن تكون الهيئة مستقلة. الحكومة بدورها طالبت هيئة كمال الجندوبي بإخلاء المقرات الجهوية وتسليمها، كما تم رفع الحراسة الأمنية على المقر الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. اتصلت بالسيد رئيس السيد وزير الدفاع، وكان طمني على أساس إذا كان فما أي إحساس أو أي طلب أو أي شيء يمكن يؤدي إلى رجوع الجيش فهو طبعا مستعد في أي وقت. لماذا ترفض الترويكا الحاكمة اسم كمال الجندوبي وهيئته؟ ولماذا لم تقع استشارة الهيئة التي نجحت نسبيا في تنظيم انتخابات 23 من أكتوبر؟ ما عنديش طلب لا قدمته لا للترويكا ولا لغير الترويكا، ولكن أنا أستنتج بأنه هنالك شيء من نية عدم التواصل، إذا كان مش شيء من التغييب. التونسيون على موعد حاسم في تأكيد الديمقراطية، سيما وإن الانتخابات القادمة ستكون تحت إمرة حزب اعتلى سدة الحكم. نداء لإغاثة الشعب البحريني أطلقه اليوم حقوقيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان تونسيون وعرب في ظل الانتهاكات الصارخة للمملكة في حق الشعب الثائر. كان ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم منظمة العفو الدولية بالعاصمة. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم عدم قانونية أي تظاهرة تنظم غدا في شارع الحبيب بورقيبة، مؤكدة أنها ستتعامل مع أي منها على هذا الأساس. إعلان سبق تظاهرة منتظرة بعد تأكيد شبكة دستورنا تمسكها بحق التظاهر السلمي في شارع الحبيب بورقيبة بالذات لما يمثله هذا الشارع من رمز للثورة، وهو ما يعني إمكانية إعادة سيناريو أحداث 9 أبريل الماضي. الشبكة اعتبرت في بلاغ لها أمس رفض وزارة الداخلية تمكينها من رخصة لتنظيم وقفة احتجاجية في الشارع الرئيسي بالعاصمة في 5 أوت الجاري، محاولة لطمس هذه الذاكرة ولصميم الثورة وأهدافها. وكانت الشبكة قدمت طلبا في ذلك في 2 أوت رفضته الوزارة بتعلة الحركة التجارية الرمضانية بالشارع حسب البلاغ دائما. أكدت لنا مصادر بوزارة الداخلية أن الوزارة تشهد اليوم تحويرات جديدة تشمل تعيين توفيق الدماسي مديرا عاما للمصالح المشتركة، وحيد التجاني مديرا عاما للأمن العمومي، زهير صديق مدير الإدارة المركزية للعمليات، ووحيد المساكني مديرا للمعهد الأعلى لتكوين الضباط. غياب نظام أساسي ينظم عملهم وإنزال أئمة وتنصيب آخرين من قبل أشخاص منسوبين إلى التيار السلفي هي أهم الأسباب التي دفعت أئمة المساجد إلى إعلان الإضراب الأول في تاريخ القطاع في 8 أوت الجاري احتجاجا على هذه الوضعية. أيمن العبيدي. في العادة لا نجدهما هنا، قد لا يصدقنا البعض إن أكدنا أن النقابيين هما من إدارات وأئمة المساجد، أعلنوا عن دخولهم في إضراب برمج ليوم 8 أوت الموافق للـ20 من شهر رمضان. والله نحن سبحان الله معناها جات الفورة الكريمة فيها، معناها في بالنا مش تتحسن وضعية الإطار المسجدي، ولكن صار العكس، فهمتني؟ زدنا معناها تهمشنا،
طيرت معناها السلفية معناها قامت علينا، الأحزاب قامت علينا فهمني في المساجد، ولينا معناها نحن نحملوا مسؤولية كاملة لوزارة الشؤون الدينية للوضعية اللي وصلنا لها فيها. معناها نحن قاعدين نبعثوا معناها بتشكيات للوزارة والولاية والوعاظ الجهويين وهم لا يحركون ساكنا، مماثلة في التفاوضات، ونريد الإسراع في كل الأمور وخاصة القانون الأساسي فهمتني، وتحييد المساجد وحماية الإطار المسجدي. يا أخي أنا نحب فهمتني الإطار المسجدي يعيش العيش الكريم. ما أحزاب نشعت من المساجد في الحملة الانتخابية هذه، توا مثلا في رمضان هاي قفة رمضان، في العيد ها حوايج العيد، في العيد الكبير علوش العيد. يا أخويا سيبونا خلينا نعيش ونخدموا بتحييد يا أخويا، ما نحبوش حد شيء نحن، سبحان الله يا أخي فهمتني. نحن الوضعية المادية نتاعنا وضعية مزرية وتاعبة وشاقة. يا أخي الإنسان يأخذ في منحة 100 دينار شنو مش تعمل له؟ الإمامة إن كانت لها شروط علمية وفقهية فلها أيضا حقوق مهنية واجتماعية، كما أنها من المفروض أن تكون بعيدة عن كل التجاذبات السياسوية الضيقة. نقل شهود عيان أن قوات الأمن اقتحمت منازل بقرية البكرية اليوم التابعة لولاية سيدي بوزيد، وقامت بإيقاف 4 أشخاص، ما أدى إلى حالة من الرعب لدى السكان. كما استعملت القوات الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين الذين يقطعون الطريق الرابطة بين سيدي بوزيد والمكناسي احتجاجا على انقطاع الماء. إضراب بيوم واحد ينفذه اليوم أعوان الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد. الأعوان يطالبون بتوفير الأمن بعد الاعتداءات المتكررة التي تعرضوا إليها من قبل بعض المواطنين. التفاصيل يفيدنا بها ممثل عن النقابة الأساسية للشؤون الاجتماعية بالجهة محمد الإمام ربعان. إضراب ذا سيدي جاء نتيجة الاعتداءات المتكررة معناها على أعوان الوحدات في المنتشرة في ولاية سيدي بوزيد، أولها وحدة المكناسي ثم بوزيان ثم الغربية ثم أمس معناها القسم، وجاء نتيجة معناها الانهيار العصبي اللي تعرض له زميلنا مراد محفوظي. معناها حبينا نبلغوا رسالة معناها للمواطنين باللي كونها رأي الإدارة هذه معناها تخدم ليهم مش تخدم ضدهم. والشؤون الاجتماعية هذه كانت فترة عام كامل صمام أمان كيفها كيف وزارة الدفاع، معناها تقريبا الزوز لعبوا نفس الدور هكا، وحبينا نوصلوا رسالة بسيطة من فادها رانا ليكم اللي هنيتي الإدارة هذه في خدمتكم 24/24 رجاء يا أهالي سيدي بوزيد بالله ما عادش معناها تعرضوا للأعوان، رام بشر كيفكم كيف تقليل وين تجي السلطات الأمنية تدخل معناها يوقع كما تم مثال تم كبومة مينيرفا هذه قريناها في الفلسفة قبل الميتافيزيقية، ديما تجي متأخر الشرطة فهمتني ولا لا، ما تأخذ ما تصلش في الإبان ديما تجي متأخر، توقع يوقع الاعتداء بعد بربع ساعة نص ساعة جي الشرطة. إذا وقعت اعتداءات وتكررت الاعتداءات هذه باش معناها تأخذ وتيرة أخرى الاحتجاجات. صادق بن حيلة عون بشركة النقل بالساحل يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثالث على التوالي. يأتي ذلك بعد عرضه على مجلس التأديب بالشركة إثر إشكال مع كاتب عام نقابتها. مجلس التأديب هذا كان فيه الكاتب العام للنقابة الخصم والحكم، وهو ما يمنعه القانون الداخلي للشركة حسب العون. يعني في الخدمة نصب في المازوت، فما واحد يخدم معايا روح وفي وقته روح يخدم معنا شوفيره، بعد تقريبا يجي 4 دراج ولا 5 دراج رجع قلت له شبيك، قال لي مش نروح بواحد مش نستناه نروح بواحد، قلت له اطلع استناه البر، سمعني الكلام واني واقف توا على الخدمة. وهذيك التهمة اللي وجهوها لي مش من مشمولاتك مش من مهامك يعني تتكلف بالشيء هذا. تعديت على مجلس تأديب وحطكم علي بالتحويل نقل للمهدي، عندي توا 2 شهر و4 أيام لا غير قانونية النقلة، هو المجلس التأديب غير قانوني من ناحية التركيبة. اللي شاكي بيا جاي دافع عليا معناها جاي يشكي بيا وحاضر في المجلس هنا معنا مع الخدام، من ناحية القانونية ممنوع شاكي بيا وطالب لي عقوبة معناها في الفصل معناها 41 ممنوع باش يحضر معايا في المجلس ويقترح العقوبة. حذر نواب المجلس التأسيسي من صياغة دستور يحد من حرية الإعلام والتعبير والإبداع في تونس. كان ذلك خلال الحلقة الأولى من المؤتمرات الرمضانية التي تنظمها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، احتضنتها في مقرها البارحة وطرحت موضوع الهيئات التعديلية في قطاع الإعلام ودسترت حرية الصحافة، وستسعى النقابة إلى رفع توصيتها إلى المجلس التأسيسي.
احتضن مقر النقابة الوطنية للصحفيين مساء يوم الجمعة الثاني من أوت مسامرة كان محورها حرية الإعلام ودور الهيئات التعديلية، مسامرة حضرها عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. للأسف المشروع اللي قدمت به حركة النهضة يمثل قمع فكري ومطية لاستعمار للفكر بشكل عام يهدف إلى تمديد الحقبة أو الانتظاراتهم للحكم لسنوات عديدة. المسامرة كانت فرصة للنقاش وتبادل الآراء وطرح الرؤى والتصورات، إلا أنه لم يخفي بعض المخاوف حول واقع حرية الإعلام حاضرا ومستقبلا. هو كما كنتم تسمعوا للسادة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي حول عمليات المراوغات داخل اللجان ومحاولة فرض وتحديد المبادئ العامة مثل إيجاد حدود لحرية الصحافة، إيجاد حدود لحرية الإعلام. المخاوف لها ما يبررها والنضالات لها ما يبررها، ولكن التفاف الكتل الديمقراطية صلب المجلس التأسيسي حول مبادئ الحريات العامة والفردية يشكل إلى حين ضمانة للإعلام والإعلاميين. مشاكل عدة يعاني منها قطاع النقل بجابس يتضاعف تأثيرها على المواطن مع شهر رمضان، فبين الازدحام والنقص في أسطول الحافلات بالجهة وعدم الانضباط في المواعيد يلتجئ المواطن إلى سيارات الأجرة الفردية، خاصة مع عدم توفر سيارات الأجرة الجماعية. زهور المرزوقي. لينا برشا نستناو، الكار ما جاتش، ما فهمش كيران، عبارات تسمعها مرارا وتكرارا في جميع محطات النقل بجابس. هذا القطاع الذي يشكو واقعا صعبا للغاية، حيث قلة عدد الحافلات وعدم انتظام مواعيدها. ديما نستنى اللي خاصة نهار الجمعة والسبت يفوت الحداش، ما عادش كار، كان ماضي ساعة. معناتهم برنسيب كل ساعة تلقى كار ما تلقاش. والله بالساعة وبالساعة ونص، طو ساعات أنا قضيت أنا أموري حتى أربع ساعة ما قعدتهاش، ضيعت وقتي هنا وضيعت وقتي في المحطة الأخرى، كان عندها وقتي كل يمشي في المحطات. يتأخر المواطن كثيرا عن مواعيده فيلجأ لسيارات الأجرة كبديل، حيث تجد هذه الأخيرة في ضعف قطاع النقل العمومي أرضية خصبة لرفع المدخول اليومي، في حين أن ميزانية المواطن لم تعد تسمح. أنا مرة كبيرة ما عادش نجم نركب في الكيرة، نركب كم تاكسي. والله هي وقتها نضطر للتاكسي لأنه التاكسي غالي غالي، دينارين ونص أقل شيء. أنا هذه يعني نجي نسكن في أقرب بلاصة الجابس من دينارين وخمسمائة، كانت عادي الدخل معناها 3000-3500، التاكسي مش متناول المواطن العادي. أضحى إصلاح منظومة النقل العمومي ضرورة أكيدة في ولاية جابس، خاصة وأنها تشهد في السنوات الأخيرة تضخما سكانيا، حيث تستقطب سنويا أكثر من 40,000 طالب. ببادرة من حركة نداء تونس، أحيا أهالي المنستير أمس ذكرى ميلاد الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة. ساحة الثالث من أوت احتضنت الاحتفال الذي غاب طوال سنوات حكم بن علي. صاحبي فرش. التاريخ 3 أوت، المكان المنستير، وفي مثل هذا اليوم من سنة 1903 ولد الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة. بهذه المناسبة عرفت ساحة 3 أوت احتفائية جماهيرية ممزوجة بعبق التاريخ التي نظر إليها الزعيم عبر جدليته الجامعة بين الأصالة والحداثة. اليوم كما تشوفوا هالحضور الجماهيري الباهر اللي لبى النداء، نداء حركة تونس، حركة نداء تونس، وهو مناسبة لإحياء الجو الاحتفالي متاع ساحة 3 أوت. وهيك تشوفوا في المستير أي حاجة ترتبط بالزعيم لحبيب بورقيبة إلا أنه الشعب ينادي ويلبي هالنداء هذايا. هذاك الزعيم لحبيب بورقيبة من غير ما نسهر ولا كطاولي يتكلم فيه وباش نبكي، والله بالعكس راهو حاجة كبيرة. ما 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 إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لا خدموا يخدموا توا ولا باش يشدوا من بعد يخدموا بقلبهم بربه كيما خدم الزعيم لحبيب بورقيبة. صلى يخدموا تونس. رحمه الله، ساعات يخلق زعيم بعد ومثله، وان شاء الله ان شاء الله اولاده. هو وقت اللي قال كلمه، قال اسمع يرحمه الساعة، قال كلمه، قال اذا كان يقع حاجه في تونس راه متاق على من اولادها. بالنسبه للشعب اي حد يسمع بالزعيم لحبيب بورقيبة يحب يجي ويحب يسمع، وحتى كي يسمع حتى على اسمه برك يحس بدنه كله
يحس هكا لو هو تونسي ويحب تونس. شفتوا الكسوة السودة تدري نور قايوس في العين، نور قايوس في العين. سهرة رياضية عادت بالذاكرة إلى ماضي رياضة في ولاية قفصة. السهرة نظمها نادي الإعلام بدار الثقافة ابن منظور، جمعت عددا من الوجوه الرياضية في الولاية وبعض الصحفيين، وناقشت واقع المجال وسبل تطويره، خاصة في ظل التراجع الكبير لبعض الاختصاصات كألعاب القوى. رياض الحدود. في رحاب الفضاء الخارجي بدار الثقافة ابن منظور بقفصة وبحضور بعض الوجوه الرياضية والإعلاميين، انطلقت سهرة تاريخ الجمعيات الرياضية بولاية قفصة. عن هذه السهرة يتحدث مدير نادي الإعلام. في هذا الإطار حضرنا معنا مجموعة من المسيرين ورؤساء جمعيات والصحفيين الذين كتبوا في المجال الرياضي في بداية الستينات والسبعينات، وحاولنا أن نعيد قراءة التاريخ خاصة كرة القدم بربوع الجنوب الغربي. هذه السهرة كانت فرصة للبعض لاسترجاع أبرز الذكريات التي ظلت عالقة في الذاكرة. 68 مازلنا احنا في الجمودي، ساعتها جاء لهنا، ساعتها وما دخل في الجري وغيره وغير غيره، وتبناه الجيش. وين وقعت على القلب الوسام؟ على قلبه الوسام بورقيبة هنا في يوم نتاع استعراض كبير في 68، وحاضر فيهم وكل شيء. الإعلام الرياضي أيضا كان حاضرا باعتباره دعم لمسيرة الحركة الرياضية بالجهة. الإعلام ربما ما سلطش الضوء برشا على الفرق هذه، هاي فرصة أتحان اليوم نادي الإعلام حتى بحضور بطبيعة قناة الحوار وبرشا وسائل إعلام أخرى حتى يكونوا حاضرين وناخذوا الشهادات هذه. مثل الثلاثينيات الرياضة في قفصة معروفة بسبورتينغ وبليرونديل وبرشا جمعيات أخرين، والواقع نتاع الرياضة في قفصة حاليا زاد ماهوش وقع خيب نقولوها صراحة. سهرة ناجحة بمختلف المقاييس، أجمع خلالها الحاضرون على أن الجهة تتوفر على عديد المواهب التي لا توجد أي مشكلة في تأثيرها، كما وجهوا نداء للجماهير الرياضية للتحلي بالروح الرياضية ونبذ بعض السلوكات الخاطئة. أولا بدأت أحمر وأخضر. لا أحمر وأبيض. حقق المنتخب الوطني لكرة اليد انتصاره الأول ضمن الألعاب الأولمبية لندن 12-2000 على حساب صاحب الأرض المنتخب البريطاني ب34 هدفا مقابل 17، وستكون المباراة الأخيرة للفريق الوطني أمام الأرجنتين حاسمة لضمان الترشح إلى الدور الثمن النهائي من المسابقة. وفي اختصاص ألعاب القوى، تمكنت العداء التونسية حبيبة الغريبي من بلوغ الدور النهائي في سباق 3000 متر موانع بعد حلولها الثانية في مجموعتها. الغريبي قطعت السباق في زمن قدره 9 دقائق و27 ثانية و42% من الثانية. مع موسيقى الراب ومحمد علي بن جمعة سهر جمهور مهرجان قابس الدولية البارحة في سهرة شبابية بامتياز، سهرة شهدت حضورا مكثفا وسط فضاء العرض الضيق. إلى تونس، مقطوعة جديدة للفنان نصير شما عزفها للمرة الأولى في مهرجان البرج بقفصة البارحة. الفنان العراقي كانت انطلاقته مع المهرجانات في تونس هذه السنة بقفصة بعرض احتضنه مركز الفنون الركحية والدرامية بالمدينة، وكان الحضور فيه نخبويا. سميرة سوري. سهرة رمضانية متميزة، التقى جمهور مهرجان قفصة الدولي مع الفنان العراقي نصير شما بعد طول انتظار وتلهفه إلى مقطوعات هذا الفنان العظيم. نتمنى أنه يقدم يعني أغنيات ملتزمة، معناها تكون في مستوى تطلعات الشعب في قفصة. استمتع الحضور بموسيقى الفنان العراقي وأبدع خاصة في مقطوعته الجديدة بعنوان إلى تونس. هاي كان عرض خارق العادة، خطر نصير شما معروف وأنا نذكره منذ الأيامات الجامعة، معنا رجع بيها للأيامات القديمة. العرض كان راقي برشا وهو شيء مش مستغرب معناها من سي نصير شما، وعجبتني لفتة الكريمة الأخرى اللي المقطوعة اللي عزفها منا إلى تونس، بالحق هذيك أكثر واحدة عجبتني. وصف نصير شما جمهور قفصة أنه جمهور خاص. الحقيقة
يعني كما شفتي الناس نوعية خاصة اللي كانوا حاضرين، جمهور حلو وجمهور سميع، وأنا يعني أعتقد أنه هذه انطلاقة مباركة لجولة تونس إن شاء الله. أما عن ثورة تونس فهو معجب بالتطور الذي شهدته الساحة السياسية في تونس. تونس استطاعت بسرعة أن تؤسس برلمانها وأن تؤسس انتخاباتها وأن تنظم أحزاب، وهذا شيء أصبح يعني مثار إعجاب العالم لا فقط في العالم العربي. ودائما تونس كما سبقت في الثورة سبقت في إعادة تنظيم الحياة بسرعة قياسية الحقيقة. ختام ونشر هذا تذكير بأبرز عناوينها. كمال الجندوبي ينتقد مشروع الحكومة المتعلق بإحداث هيئة مستقلة للانتخابات. وزارة الداخلية تعتبر غير قانونية أي تظاهرة تنظم غدا في شارع الحبيب بورقيبة على خلفية دعوات للتظاهر الأحد. الأئمة يستعدون لخوض أول إضراب في تاريخهم. شكرا على المتابعة، نلقاكم بعون الله، إلى اللقاء.